أن نكون تجربة لا تنسى في نشأة أطفال الأردن. هذه هي رؤية متحف الأطفال الأردني. طبعاً هو له دور كبير في تعزيز حب المعرفة عند الأطفال. لنحكي أكثر عن تفاصيل ومعلومات عن هذا المتحف الجميل. معنا اليوم مديرة متحف الأطفال الأردني سعادة الأستاذة سوسن الدلق. أهلا وسهلا، نورتي الاستوديو. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم للاستضافة. أهلا وسهلا، تشرفتينا أكيد. هلا قبل ما ندخل ونحكي أكثر عن متحف الأطفال، في عنا هيك فيديو إحنا محضرينه بخصوص متحف الأطفال، فخلينا نشوفه سوا ونبلش. شكرا. رجعنا مرة تانية بعد هالفيديو الحلو. طبعا يمكن في ناس ما زاروا، اتوقع بعد هالفيديو حيصير عندهم فضول. فضول صحيح. الناس اللي رحت عليه مشاهدينا وكثير استمتعت فيه بس من فترة يعني. بداية عطوفتك، خلينا او احكي لنا نبذة عن متحف الاطفال الاردني. المتحف تأسس في 2007 برؤية واصرار شديد من جلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة، وبهذه المناسبة بدنا نعيد عليها ونقولها كل سنة وانت سالمة، لانها هي الرؤية منها والإلهام منها كان دائما وأبدا، والمتابعة أنه هذا يكون مكان، كان الحلم دائما أنه المكان لتعلم الأطفال بشكل تفاعلي، دعم العملية الرسمية التعليمية اللي بتصير في الغرف الصفية بطرق غير رسمية، من خلال دائما بنقول الطفل هو بيلعب ما بيعرف أنه هو عم بيتعلم، وهي الدراسات أثبتت أنها هي أحسن وسيلة لأنه تضل المعلومة بعقل الطفل. صحيح. من خلال التجربة، من خلال استعمال حواسه كاملة، إنه ما مش بس نلقنه أو نعطيه المعلومة هيك. فهذا المتحف أجا بسبب هذا الإشي، إنه يكون هو دعم للعملية التعليمية، إيجاد مساحة للطفل إنه يستكشف يعبر عن نفسه. وإحنا بنقدم هذا الإشي من خلال أكثر من 180 معروضة تفاعلية في مواضيع مختلفة، في إشي موجه للأطفال الأقل يعني الأقل من 5 سنوات، وهي المرحلة بنركز عليها كتير لأنه للأسف بناء المهارات للعمر الطفولة المبكرة الأقل من 5 سنوات هذا مفقود تقريبا عندنا، والأعمار الأكبر لحد عمر 12 سنة هم الفئة المستهدفة عندنا. نعم، للأسف ما بيتم استثمار الأطفال، خلينا نحكي بشكل منيح، تحت العمر ال5 سنين. طب هلا متحف الأطفال مثل ما احنا شفنا بالفيديو يعني ما شاء الله مليان أشياء. فخلينا نحكي أكثر عن منهجية متحف الأطفال لتعليم الأطفال. المنهجية هي المنهجية التعلم من خلال اللعب، هي بهالبساطة هاي. الطفل بيجي ممكن أنه يتفاعل مع معروضات معينة، بيتذكر أنه مثلا هاي معروضة المغناطيس، بيتذكر المادة اللي درسها بالمدرسة، بيربط يعني كأنه عم نحكي عن مختبر بس كتير كبير وهو عم بيلعب فيه. فهو بيجي الآلات مثلا مربوطة بمادة الصف الخامس، عن الآلات، الكهرباء، الفضاء، المعروضات كلها مختلفة بهاي الطريقة. وفي معروضات تانية تنمية مهاراتهم، التحليل، العمل ضمن فريق، أشياء زي هيك. بالإضافة للبرامج، كل يوم في برامج تفاعلية في استوديو الفن، في المكتبة، في العلوم. فبنعمل مثلا تجارب علمية، بنسميها حتى سناكات علمية، انه هيك بيعملوا تجربة. في عنا السيدة واي بتعمل معهم تجارب. الأنشطة دائما انهم عم بيمارسوا مفهوم معين او اشي معين ممكن انه يعملوه من خلال هذا النشاط، وبعدين يكون هو اشي مربوط بمادة عم بتعلموها، او ممكن يكون اشي لبناء مهاراتهم وعلى المدى الطويل اللي هي مهارات القرن 21 اللي دائما بنحكي عنها. يعني ما شاء الله عليها. انا هي انت سبقتي في سؤال انا كنت حابه اسالك اياه، اللي هو عن الاعمار. حكيتي من 5 ل 12 سنه، من سنه ل 12، بس في برامج ومعروضات مختصه للفئه اللي اقل من 5 سنوات، وبعدين من 6 سنوات ل 12 سنه. طيب تمام. خليني اسالك هلا، كلياتنا بنعرف واكيد فرح بتعرفي انه جائحه كورونا اثرت على اغلب النشاطات في البلد. كيف اثرت جائحه كورونا على متحف
الأطفال الأردني، وخلينا نحكي كمان شو قدم متحف الأطفال خلال هاي الفترة. هلأ إحنا كفريق بنشتغل مع الأطفال، عنا دايما الدافع إنه نضلنا مستمرين، فالإحباط ما استمر عنا لفترة طويلة. ابتداء من 2023 السنة الماضية على طول تحولنا أونلاين، إنه بدنا نضلنا متفاعلين ومتواصلين مع زوارنا مع الأطفال، وخاصة لما كان حجر للجميع والأطفال قاعدين بالبيت، فكان كتير مهم إنه إحنا نكون معهم. تغيرت الآلية، زمان كانوا هم ييجوا عنا، هلأ إحنا بدنا ندخل بيوتهم. فحتى بالأول كان بضحك الوضع، لأنه زملائي كان مثلا بدهم يصوروا فيديو، خلينا نقول تجربة علمية، بس بدهم يعملوا برنامج ومادة علمية بنفس الوقت بالمواد اللي موجودة بالمطبخ بالبيت عند أهلهم، بأشياء متوفرة حول المنزل. لما فتحت الدنيا شوي صاروا يقدروا يشتروا أغراضهم ويصوروا في المنزل، وصرنا نطلع هاي الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، والحمد لله ردود الأفعال كانت رائعة. قراءة قصص، تجارب علمية، أشياء بيقدروا يزرعوها، كلها أنشطة بيقدروا يعملوها بالبيت. منها قررنا انه طب هاي صارت زي مكتبة إلكترونية، ليه تكون بس هي لوقت الجائحة، فليه ما نكمل عليها؟ صح. فهلأ حولناها لمنصة تعلم ممتع تفاعلي أونلاين، وعم نتواصل كمان مع الجمعيات الخيرية بالمحافظات بكل محل، لأنه في منهم كتير بيكون هم عندهم مراكز أو بالجمعية أشياء بيعملوها برامج للأطفال، صحيح، فبيقدر يستغلوها كمصادر تعلم لهم. يعني ما شاء الله، يعطيكم ألف عافية. يعني عن جد يعطيكم ألف عافية، هذا دليل فرح إنه هم مواكبين التطور. نعم. وعم تمشوا خطوة بخطوة مع الأشياء اللي عم بتصير، وفكرة حلوة إنه خليتوها كمان لبعد الجائحة. وكمان يا ريت انه المؤسسات التعليميه الثانيه تتعلم من الاشياء اللي انتم عم تعملوها، وتطور هاي الاشياء اللي فعلا. خلينا نحكي مثلا مثل مكتبه الكترونيه. نعم. مثل اونلاين. نعم. يعني ما شاء الله، انا يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. يعني بهمنا مثلا حتى ام قاعده بالليل مثلا بدها تقرا قصه مع اولادها، ممكن تفتح واحد من الفيديوهات ويقرا قصه، يسمع القصه مع بعض، بتكون سمعيه. نعم. ويتفرجوا على قراءه القصه، وتكون هاي القصه، وبعدين تصير تسالهم أسئلة أو إشي زي هيك. فهاي المصادر تعلم كلها متوفرة. بالإضافة لذلك اشتغلنا أنه يكون لنا منتجاتنا، فنفس أنشطتنا في هلأ صارت موجودة بمنتجات زي بصندوق، وهاي اشتغلنا عليها، ضلينا نحاول أنه نشتغل بكل الطرق. رتبنا وغيرنا وقلبنا الدنيا شوي بقاعة المعروضات، عشان بس يرجعوا زوانا، ما كنا عارفين إمتى رح نرجع، إلى وفي تغييرات وتحسينات. فهاي بشكل عام يعني من الأشياء اللي عملناها. طب هلأ بما أنه إحنا يعني يعتبر الجيل الجاي هو جيل تكنولوجيا، فللأسف هلأ غالبية الأطفال أو حتى غالبية الأهل بتبعوا أسلوب أنه خد التابلت تبعك، خد الآيباد تبعك والتهي، على أساس أنه ما يعمل إزعاج. فهل عم بتلاقي الإقبال المطلوب على متحف الأطفال بعيدا عن أمور التكنولوجيا كلها؟ لأنه أوكي أكيد هو إلها إيجابيات وإلها سلبيات طبعا، بس بحس انه احنا واحنا اطفال كان كل شيء احنا نعمله بايدينا، فيمكن يكون الافضل نوعا ما للاطفال انه يعيشوا طفولتهم بالشكل الصحيح بعيدا عن التكنولوجيا. فاحكي لنا، هل كان في هذا الاقبال المفروض نشوفه ولا لا؟ اظن ساعد كثير، هو في اقبال كثير الحمد لله. يعني بالايام العاديه قبل الجائحه وهيك كان يصل عدد زوارنا سنويا ل 300,000 زائر ما شاء الله بالسنه، هذا مع المتحف المتنقل اللي هو بيطلع على المحافظات. هلا اظن دائما الطفل اذا بتعطيه المساحه او بتعطيه المكان المناسب اللي بيحاكي طريقه عقله، فعنده قابليه او عندها قابلية أنه ينسى الإلكترونيات شوي. بعد الجائحة والتحول للتعلم الإلكتروني، أظن كمان صار حتى الطفل عنده عطش أنه بده إيش، بده يركض، بده يلعب، بده ينطلق، بده يفكر، بده يتفاعل مع أطفال تانية، وهذا دليل. صح. كيف لما رجعت المدارس قد إيه هلأ عم بيكونوا مبسوطين الأطفال اللي كنا نجرجرهم على المدرسة، هلأ صار بدنا نروح على المدرسة حرام. فلا الحمد لله، يعني كان في إقبال شديد جداً وتفاعل شديد، وحبينا كتير انه الناس كمان عم تعطينا انه قديه هم عم بيستفيدوا من تجربتهم او زيارتهم للمتحف. يعني بقضوا نهار كامل ما بيزهقوا عمالهم. انا اللي لاحظته مش بس الاطفال اللي بيكونوا مستمتعين بالمتحف، حتى اهاليهم بيكونوا مستمتعين بالمتحف. وهي كمان انه احنا بنصر عليها انه الاهل يكونوا مع اولادهم، عشان يصير هذا التفاعل بين الاهل واطفالهم، مش بس صحيح شو اللي بيصير بالالكترونيات، انه
نلهيهم طبعاً. نبعدهم عنا طبعاً طبعاً طبعاً. عنا بيقدروا يقعدوا ويلعبوا مع بعض ويتفاعلوا ويتعلموا مع بعض. سؤال فضول تفضلي. يعني انت حضرتك ذكرتي كثير خدمات بيقدمها المتحف، حابين نعرف اذا هاي الخدمات مجانية او اسعارها في متناول الجميع؟ هلا اسعارها 100% معنا سعر تذكره الدخول 3 دنانير للفرد الواحد. هلا بدي انوه انه احنا جمعيه غير ربحيه، فالثلاث دنانير هاي بتساهم بجزء بسيط من تكاليفنا الاجماليه، بس بالمقابل احنا بنعرف انه في الاردن قد يكون الوضع المادي صعب عند عائلات كثير، 3 دنانير على الشخص الواحد. وهذا كان باصرار من جلاله الملكه من اول ايام المتحف انه ضروري يكون في طرق لنخدم الناس، وإحنا بنعتبر اللي عم نعمله خدمة للناس بطرق مختلفة. فعنا مبادرة اسمها مبادرة متحفنا للكل. ب 2020 وصلنا من يوم الافتتاح لأول شهر 3/2020 قبل الجائحة 3 مليون زائر. لما حسبناهم طلع 2 مليون زائر منهم كانوا مستفيدين من المنصات اللي عاملينها إحنا للدخول المجاني. كل أول سبت بالشهر هو دخول مجاني للجميع، ما بنسأل أي سؤال. للعائلات الغير مقتدرة عندنا متحف الأطفال المتنقل بيضل يلف بالمحافظات وبيقعد ناخد متحف صغير يعني، وبنقعد بقاعة كبيرة أو مسرح أو شيء زي هيك، وبنعمل محطات مختلفة. فإحنا الناس اللي ما بتقدر توصل لنا إحنا بنوصل لها. عنا اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم، الأيتام، ذوي الإعاقات، كل هدول الفئات بيدخلوا مجانا على المتحف ضمن اتفاقيات مع المؤسسات. فهم 2 مليون من 3 مليون هذا إشي كتير نفخر فيه إنه إحنا قادرين نخدم الكل قد ما بنقدر وبكل الطرق الممكنة. والناس لما عم تدفع 3 دنانير عم تساعدنا نخدم ناس أكتر من اللي هم بحاجة هذا الإشي أكتر. يعني احنا هلا كلهم بالشباب بالجاليري عم بيحكوا لك انه احنا بس متحمسين هلا انه يصير في عنا اطفال مشان نجيبهم على المتحف. اهلا وسهلا. يلا في عنا كمان عضو مجلس الاداره استاذ احمد الخطاب يعني بصراحه من امبارح وعم بحكي على متحف الاطفال، عم بحكي قد ايه حلو، ودائما حتى باخذ اولاده الله يخلي لي اياهم يحفظهم على متحف الاطفال، وله صور ورجان الصور كل شيء. هذا كثير شيء مهم. واهلا وسهلا بالجميع، هذا بنرفع راسنا بهيك شهادات. شكرا كثير. بما انه الكل بده ياخذ اولاده ويروح على المتحف، بدنا نعرف ساعات عمل المتحف حتى نعرف متى نيجي. طبعا هلا للاسف ساعات العمل الصيفيه رح تخلص هلا مع انتهاء موسم الصيف لانه الاولاد رجعوا على المدارس. صحيح. فهلا بيصير دوامنا ابتداء من 1/9 من الساعه 9 صباحا للساعه 6 مساء، وبنداوم احنا جميع ايام الاسبوع باستثناء الثلاثاء هو اليوم العطله الرسميه، بس جمعه وسبت احنا فاتحين. وبيقدروا الناس يراجعوا مواقع التواصل الاجتماعي للمتحف أو الموقع الإلكتروني كمان عشان يعرفوا إيش في برامج يوم أكيد. بيزورونا أشياء زي هيك ويتأكدوا من. طب هلأ البرامج مختلفة على حسب الأيام أو هي نفس البرامج على طول الأسبوع بتكون؟ بعضها بيكون مكرر على أيام الأسبوع وبعضها تختلف. فبس مثلا ممكن إنه يوقتوا إنه أنا بدي أكون وقت العرض العلمي، ممكن أجيب وقت لما تكون في غرفة للأطفال الصغار كتير هاي تغير الأنشطة فيها. حسب هم إيش بدهم يعملوا برنامجهم للنهار للزيارة. طيب شو في عنا خلينا نحكي أو شو في عند متحف الأطفال الأردني كونه عم تحكي أنت في برامج مكررة أو حضرتك عم تحكي في برامج مكررة، شو في برامج جديدة لشهر أيلول أو مثلا تطورات جديدة بشهر أيلول داخل متحف الأطفال؟ هلا في برنامج بينزل برنامج بثيمة جديدة للشهر كامل بشهر 9. هاي منغير كل إشي إحنا كل شهر بشهره وبتتغير البرامج فيها. ففي برنامج جديد، في عنا كثير متحمسين عرض علمي رح يكون أيام السبت ورح نعلن عنه قريبا، اسمه انفجار الألوان مع السيدة وايف، رح يكون كتير حلو برضو. هذا هو دايما العرض العلمي، هو فكرته انه يكون اشي كوميدي بيضحك بس بتوصل معلومة علمية، فبنلاقي الصغار عم بيضحكوا ومبسوطين ومستمتعين، والكبار عم بيربطوا المفاهيم والانفجارات والأشياء اللي عم بتصير بالكيمياء والأشياء اللي عم بياخدوها بالمدرسة. فإحنا كتير متحمسين على العرض العلمي، ورح يضل فيه دائما مستمر الفعاليات على كل نهاية أسبوع هلأ عشان بداية المدرسة.
الأرز كل جمعة وسبت. يعني يعطيكم ألف عافية وصراحة مش بس معزومين مش بس وسهلا بالعكس بتشرفونا يا ريت. مش بس حضرتكم المتحمسين صراحة، إحنا كمان متحمسين على قد اللي سمعناه وشفناه عن جد. يعني يعطيكم ألف ألف عافية، وجهودكم فعلا مشكورة. شكرا. وإن شاء الله يا رب من نجاح لنجاح، وبتوصلوا كمان للعالمية بمتحف الأطفال. شكرا لكم، شكرا لك عن جد. شكرا لك سعادة الأستاذة سوسن، انبسطنا معك واستمتعنا بالحديث. أنا ما حسيت إنه أنا معي يعني هذا إنه ممكن يكون في حاجز بالحديث بيني وبينه. شكرا لك، انبسطنا معك اليوم كثير. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا.